عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة لو هدوم ابنك اسرت او بنتك هدومهم اسرت والميزانية ما تسمحش بلبس جديد دلوقتي، النهاردة هنعمل تعديل للملابس علشان نخليها بشكل جديد وكمان يحصل لها تجديد وتطويل. وتعالوا نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. عندنا تيشيرت قصير تمام، وعندنا برضو قميص قصير وضيق في نفس الوقت يعني مش هيتلبس تمام. طيب و يعني فائض عن حاجتنا. طيب يعني ممكن ندي الحاجات الحلوة نتصدق بيها، وفي حاجات اولادنا بيكونوا متمسكين بيها شوية مرتبطين بيها شوية ما بيحبوش ان هي تتركن، عايزينها برضو حتى لو هي مش نافعة. يقولك انا بحب القميص ده، انا بحب التيشيرت ده، فاحنا عشان هما بيحبوا ده النهاردة هنخليهم يلبسوه بس بشكل افضل تمام. طيب انا هقص من اول العلامة دي كده بسم الله. ابني يتمزق على هذا القميص من خلف الكاميرات. طيب وشايفين كمان الجزء ده اهو، فانا هقصه لغاية كده. والناحية التانية بنفس الطريقة، الكروب الخطوط بتاعته بتكون زي علامات بنمشي عليها تمام. هنشوف بقى لو هنحتاج حاجة تاني من القميص ده، ممكن برضو ناخد دوران باللياقة بتاعته. يلا نعمل كل حاجة بقى، معلش يا عبد الرحمن بقى اهو. زي ما انتوا شايفين هناخد حتة للمطبخ ولا ننضف بيها المطبخ؟ طيب هنخلي دي دلوقتي عشان ما تزعلوش اكتر من كده. شايفين الجزء اللي فضل ده؟ انتوا طبعا اكيد اكيد فكرتوا معايا في نفس الفكره حالا، ان احنا نحط الاستك هنا ونكمل الجزء الاسفل ونعمل فستان لاخته كمان بالنوع. معانا في افكارنا ان شاء الله وهنعمل كل ده معاكم. طيب التيشيرت اهو باخد الجزء ده كده عشان اركبه تمام اهو. فلاحظتوا بقى ان في هنا زياده في التيشيرت شويه، لازم اضيق التيشيرت على قد القميص بحيث انه ما اطولهوش جامد، يعني احاول برضو اشوف قياساتي مظبوطه، لازم اضيق التيشيرت الاول تمام. والجزء ده نفس الحكايه هركبه هنا علشان يكون متكامل، ونفس الحكايه الجزء ده تمام. طيب تعالوا نشوف كده موضوع اللياقه ده كمان اهو. هنركب اللياقة بالشكل ده. تعالوا نشوف الكلام ده على البكنة. اول حاجة هنضيق التيشيرت شوية عشان يكون قد القميص. بسم الله. شوية مش كتير. نفس الحكاية الناحية التانية. هنتني حرف التيشيرت. طيب باخد نص التيشيرت نص بالظبط كده، احط الخيطات دي كده على بعض عشان اعرف النص اهو. الفيديو ده مهم جدا في اصلاح الملابس لما تجيلك حاجات عشان تتصلح. طيب وتاخدي النص ده كده تحطي عليه المرد اهو، حتى لو هتعملي علامه او دبوس تمام، خيط بالشكل ده اهو. خلاص كده ركبنا الجزء الاسفل، هنركب الاكمام وناخد بالنا من مكان زرار يكون برضو على الكتف، يكون على الكتف اهو. مش هنعمل حاجة غير كده بس ونخيط اهو زي ما انتوا شايفين كده. الكم
طبعا لازم نشيل بواقي الخيوط تمام، والناحية التانية نفس الطريقة بتركبي الزراير التاني زي ما كانت، وده الجزء الأسفل تمام. ده موضوع الياقة اهو، برضو بتبتدي من النص اهو بس كده الجزء ده، بحيث ان لما افتح الياقة تتفتح التيشيرت، وبدبس عشان اتأكد ان الدوران على قد بعض اهو. زي ما انتوا شايفين كده عملنا تطويل وعملنا تجديد. ممكن كمان لو عايزه تزودي انك تاخدي الجيب وتحطيه هنا، بس انا رايي ان الموضوع كده بقى كتير قوي، ففكره بسيطه وسهله، اتمنى تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.